على الصمد المنفرد على انخراطهم في جد وتعاونهم الدائم لإنجاح المشاريع الثقافية للجميع. في إطار برنامج الثقافي برسم سنة 2022 وبدعم من جماعة أرابيش، تنظم جمعية الأصدقاء المكتبة الوثائقية لتنسيق مع جمعية الأمل للمتقاعدين والمسنين بالعرابيش اليوم النشاط الثقافي تقديم كتاب البطل المجهول المؤلف عبد اللطيف حفيدي وحفل تكريم الأستاذ الفاضل محمد الأشرافي. السيد الفضيل محمد الأشرافي، تعود بنا الذكريات إلى أيام ما زال رمادها عالقا بأذهاننا، أيام البدء والعطاء السيد الكريم، فمهما أبعدتنا الأيام سيظل فضلك علينا قادرا لا تهزه الرياح ومطبات الحياة. وفي يومك المميز هذا يسعدني أسرة عن نفسي ونيابة عن جمعية أصدقاء المكتبة الوثائقية لعبد الصمد الذكوي أن نتوجك بهذا التكريم عن كل المجهودات التي بذلتها وكل التعب الذي مررت به في سبيل تعليمنا، ونشكرك جزيل الشكر على كرمك ورحابتك. ومهما قدمنا من كلمات شكر فلن نقدر على إيفائكم حقكم كاملا، ومهما زادت الأسطر من كلمات فلن نفيد قدركم، فأنتم من علمنا وأسعدنا وأنتم من أنرتم ضربنا. فشكرا للسريع على كل حرف علمتمونا إياه وعلى كل ساعة قضيناها معكم وعلى كل درس ونصيحة لم تبخلوا علينا بها نتعظ بها في الحياة. فشكرا وشكرا وشكرا حتى يبلغ الشكر محله. الحضور الكريم، شكرا لكم وشكرا لكل من لبى النداء وتواجد.